حريق آخر في المستوصف الصحي لناحية الجيارة جنوبي الموصل. دعونا نشاهد الصور التي تم تداولها لهذا الحريق. هذه الصور لاحتراق مبنى المستوصف الصحي لناحية الجيارة جنوبي الموصل. الحرائق أصبحت في الفترة الأخيرة سمة وعاد يعني عرفها العراقيون في الفترة الأخيرة. اجتاحت مزارع الحنطة والشعير وكثير من المحلات التجارية، وهذه منها في الموصل.